جامع الكبير هو اسمه فيه أكبر جامع في سوسة، ولكن ماهوش أقدم جامع. أول جامع هو جامع كيف نقول جامع بوفتيتا، وهذا الجامع الكبير بناء بعد سنوات. الخصوصية نتاع الجامع الكبير هو ما عندوش مأذنة. علاش ما عندوش مأذنة؟ على الرباط، والرباط عند المأذنة نتاعو، لهذا مش لازم يكون إقامة الصلاة لازم يكون